شرف في من لبنان الممثلة اللبنانية المعروفة تقلى شمعون، ومن سوريا هناك الممثل القدير عبد المنعم عميري صاحب البطولة في مسلسل ظل العام الماضي، وقد حصل على الكثير من التكريمات ومن الجوائز كأفضل فنان يعني في أداء دور البطولة. وبالنسبة إلى المكرمين هناك من سلطنة عمان سعادة الأستاذ ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان سابقا، الإعلامية المصرية الكبيرة سنا منصور وهي معروفة يعني في الساحة الإعلامية العربية وحتى خارج العالم العربي، المذيع ومقدم البرامج الشهير عندكم في المملكة حامد الغامدي سيكرم أستاذنا. أيوة الله. وهناك المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشعراوي، هناك الممثل أو الممثلة في الواقع مقدمة البرامج الدكتورة إلهام بدر السادة من دولة قطر، نعم، إعلامية معروفة، والمخرج الجزائري في السينما والمسلسلات التلفزيونية جعفر قاسم، والمخرجة السينمائية في موريتانيا لالا كابر. يعني نتكلم عن كوكب يعني من كل يعني أجزاء الوطن، نعم، العربي شرقا وغربا. ما شاء الله.